كان ضرب الحبيب زبيب هذا المثل مستعمله لتبرير أي اعتداء عنفي، ولكن هالمثل أصبح اليوم عنوان لحملة مع تعديل بسيط بالجملة اللي صارت ضرب الحبيب معيب. كل تفاصيل هالحملة بنعرفها من السيد بلال لزاق والسيد امتياز البياتي، ولكن قبل ما نشوف سوا هالتي في سبوت. بالحبيب معيب معيب. اهلا وسهلا فيكم بلال لزاق وامتياز البياتي. امتياز حضرتك احد المشاركين بوركشوب ضرب الحبيب معيب، وبلال حضرتك منسق مشروع ضرب الحبيب معيب، وحضرتك ايضا مدير شركه وندر بوكس. بدايه، مين قام بالفكره، يعني مين قام بحمله ضرب الحبيب معيب؟ هي الحمله من تنظيم مؤسسه ابعاد، نعم، اللي هي مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، بالشراكة مع مؤسسة الهيئة الطبية الدولية أو الانترناشنال ميديكال كوربس. فقاموا بحملة هيدي السنة عنوانها العريض ضرب الحبيب معيب، وكان الهدف الرئيسي إشراك الشباب. يعني كانت هي الحملات كلها اللي عم نشوفها على التيفي نتيجة ورشة عمل نفذتها شركة وندر بوكس، اشترك فيها شباب فئتهم العمرية بين 18 و 25 سنة، وهن اللي نفذوا 8 دعايات يلي عم نشوفهم. يعني ما خلى يضل شيء اسألك عنه بلال، على كل حال رح نفصل أكثر أكيد الهدف، ولكن الهدف الأساسي يعني من العنوان، من عنوان الحملة مبين إنه ضد العنف أنتم، ولكن عم توعوا تحديدا الشباب على حول هالموضوع. صح، هي الحملة هدفها إبراز دور الرجل كدور أساسي بيوقف العنف ضد المرأة، وبالتحديد الشباب، لانه اي تغيير بالمجتمع بيبتدي مع الفئه الشبابيه. طبعا 100%. طبعا امتياز كان اكيد احد المشاركين العراقيين، هل كان في الى جانبك مشاركين عراقيين اخرين؟ نعم اكيد، احنا تقريبا 8 اشخاص عراقيين و8 لبنانيه. وشاركنا بهالورشوب، كان يعني كل جروب شخص عراقي وشخص لبناني. كان في من البلدين. تنفوت شوي بتفاصيل ورشة العمل، شو تضمنت ورشة العمل؟ هلا ورشة العمل كانت كناية عن 5 أيام. بأول نهار تم تدريب الشباب على معلومات حول العنف، سبل معالجته، شو يعني العنف، كيف بنعالج العنف ضد المرأة بالتحديد، وشو دور الرجل. نعم. والأربع أيام التانيين كانوا حول صناعة الأفلام. يعني كل مراحل صناعة الأفلام، كيف نطلع بفكرة، كيف ننفذها. وتضمنت كمان تدريب تقني على الكاميرات والإضاءة. مين كان عم يشرف على التدريب؟ هل كان في التدريب أكيد تدريب حول العنف كانت عم تشرف عليه مؤسسة أبعاد. نعم. والتدريب حول صناعة الأفلام كانت عم تشرف عليه وندر بوكس. حكيت عن 8 تي في سبوت يمكن؟ صح. شو كان يعني، كيف تميزت عن بعضها؟ هلا هو نحن كان في 16 شاب مشتركين بالورك شوب، وتقسموا على 8 مجموعات. يعني كل مجموعه كان فيها شاب لبناني وشاب عراقي. كل مجموعه طلعت بعده افكار لحد ما نقينا الافضل فكره من كل مجموعه، وهن اللي نفذوهم. هلا الافكار منوعه، يعني بتشمل وكلها لها علاقه بدور الرجل بوقف العنف ضد المراه. محورها هيدا الاساس. محورها هيدا الاساس. شو رايك بلال نشوف سوا اكستري ومنتابع حديثنا؟ أكيد. جاهزين شباب؟ ايه جاهزين، بدنا نفرجيها كيف بيكونوا رجال. تمام شباب. ضرب الحبيب معيب. يعني امتياز، نحن شفنا تي في سبوت اللي حضرتك نفذته، شو استفدت من هالتجربه، من هالخبره، يعني مشاركتك مع كمان شخص لبناني؟ اكيد. شو استفدت؟ اول شيء اكيد الخبره، يعني احب اوضح انه انا ما دارس اخراج يعني اساسا. يعني ما خصك ابدا، بس شو اختصاصك الاساسي؟ لا، اخذنا تريننج، يعني بس دورات سريعه يعني على التصوير وعلى السينما والمسرح. فمن خلال هاي النشاطات صارت عندي خبره يعني بهالمجال الاخراج والتصوير وهاي الامور. وحبيت اكيد اكيد هالفئة هالنوع من اكيد الاخراج. يعني انت شوي بعيد كنت عم تقول لي. اي يعني بس يعني كانت هوايات انه هي التصوير وال بس الهواية تحققت وصار عندنا تي في سبوت كثير حلو مثل ما كنا عم نشوف. الحمد لله. الحمد لله. بلال، لايمتى مستمرة الحملة؟ الحملة ابتدت من 25 تشرين الثاني. نعم. ومستمرة ل10 كانون الاول، لان هي الفترة هي 16 يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،
هو 25 تشرين الثاني كان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبتنتهي الحملة ب10 كانون أول اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حلو كتير. يعني على أمل أنتم استعملتوا المثل ضرب الحبيب وصار عندكم ضرب الحبيب معيب، إن شاء الله كلمة ضرب هي اللي ما تكون موجودة أبدا حتى بالأمثال. شكرا على وجودكم معنا وكل التوفيق لكم. مشاهدينا نرجع للصبايا.